ومسهلا يا جماعة الخير، كيف حالكم؟ طيبين إن شاء الله، أموركم زينة. راح نبدأ على السريع وما راح نطول، اللي هي بخصوص القناة، شو السالفة وش صاير؟ شخص جديد توك تدخل مقطع ما تدري وش صاير، صح؟ تعال أعلمك بكل شيء. أسامة يا جماعة الخير كان عنده قناة، القناة هذه كنت بادي فيها من 2018 ل 2020، 2020 وقفت هذه القناة وفتحت قناة جديدة. إيش فيها القناة؟ ليه ما كان فيها دعم؟ قسم بالله العظيم إن ممكن آخر مقطع كان ترند وفيه جتني كذا موجة حوالي 33 34 مقطع كانوا كلها ترندات، ولكن وقفت بسبب اللي قلت لكم إياه في المقطع اللي فات. الحين عرفتوا أنا مين؟ عرفتوا وش القناة؟ واللي داخل المقطع تعرف على أسامة إن كان عنده قناة قديمة، وعنده الآن القناة هذه قاعد يشتغل عليها. القناة القديمة أنا ماني قاعد أستخدمها نهائياً. نزلت قبل ممكن 3 أيام أو 4 أيام، سويت مزاد مطفرين على القناة، ما حد اشترى القناة، وقررت إني أسوي فيها مسابقة. قلت اللي يفوز ياخذ القناة ونبغى نشوف يعني وجهة جديدة في الساحة. طيب تواصل معي مين يا جماعة الخير؟ يوتيوبر كلكم تعرفونه، اللي هو مين؟ رايد من كلان فالكون، وقال لي شيء مرة جبار، والشيء هذا صدق لازم أطبقه، هو اللي راح يطبق 100% بإذن الله. قال لي أسامة حرام إن أحد ياخذ القناة هذه وبعد فترة يموتها، أو إن ما يستخدمها نهائياً وتموت القناة، وأنت تبغى شخص برضو يكون جديد. يا سلام، طرع علي فكرة، قال لي أسامة ليه ما تسوي مسابقة؟ المسابقة هذه الفائز فيها هو اللي ياخذ القناة هذه ويصير يشتغل على القناة، والقناة فيها ما يقارب 300,000 متابع، رقم مرة كبير، لدرجة يوم نزلت القناة هذه إنها في مزاد المطفرين، بعد الحلقة هذه تواصلوا معي ناس كثير، أسامة نبغى نشتري القناة، عرضوا علي مبالغ كبيرة مرة، ولكن رفضت وقررت أخلي هذه القناة للمتابعين فقط، للناس اللي وقفوا معي في البداية ولحد الآن معي. قلت ليه ما أعطيها شخص حاب يبدأ في اليوتيوب؟ ممكن في شخص حنا ما نعرفه ويكون أفضل مني وأفضل من أي شخص موجود في الساحة، وبرضه ما أخذ فرصته ولا يعرف إيش نظام اليوتيوب، هذه كلها راح تكون عندي وراح تكون مسؤوليتي. خلني أول شيء أسمعكم الفويس اللي جاء من رايد، وش الفكرة؟ خلنا نسمعه ونرجع نشرح الأشياء الثانية. السلام عليكم، هلا في وارنج، شلونك سامة؟ طيب إن شاء الله. يا ولد شفت مقطعك ذا حق شو اسمه مزاد مطفرين، وش اللي بتسوي جيف اواي؟ ترى مو بطاطس جبنه هو ولا حلاوه جيف اواي على القناه. انا اقول وجهه نظري يعني انه تسويها مسابقه، يعني حرام انه جيف اواي تعطيه واحد ثم ما ينزل فيها شيء ولا يعرف ولا شيء تموت القناه. تسوي فيها مسابقه، اللي متحمس يبيها ويبي يشتغل بيشارك فيها، واللي يفوز هو اللي يستاهل. انا اشوف كذا وجهه نظري، انت كيفك عاد شاور، فمسابقة أفضل والله، يتحمسون الجمهور والناس اللي أو الأشخاص اللي يبون القناة يبي يشاركوا المسابقة، واللي يفوز هو اللي يستاهلها. خلي يعني تكون مسابقة حماسية منصفة، يعني اللي يعني اللي يستحق القناة ياخذها. شكرا. طيب نجي للهدف من الحركة هذه، سامة ليه سويت الحركة هذه؟ ليه؟ وش معنى؟ وش قصدك تبغى تسوي؟ ليه؟ أبغى أطلع شخص أساعده يساعدني وبرضه نستمر في الطريق هذا، ما راح أكون معاه 24 ساعة، لا مستحيل، لو بقعد معاه 24 ساعة وإني كل مقاطعي معاه راح يخرب الموضوع، ما ينفع، لا راح أساعده في البداية وبعد راح أخليه يكمل طريقه، هذه أنا مهمتي. ولكن يا جماعة الخير شفتوا المسابقة هذه راح أسويها؟ راح تكون فكرتها مختلفة بشكل فظيع مرة، والله العظيم إنها راح تكون مختلفة ومنصفة، راح تكون الفكرة مرة رهيبة ومرة ممتعة، وراح نشوف منه الشخص المستحق، ولكن احتاج وقت أسامة. ليه؟ عشان يا جماعة الخير اجمع التيم الخاص فيني، يبغالي تيم، ما يبغالي واحد اثنين، لا يبغالي تيم مرة قوي عشان نقدر ندير الشيء اللي راح يصير، وخاصة انه راح يكون اونلاين مو حضوري، لو انه حضوري راح يكون مرة سهل، ولازم اجمع تيم برضه يعرفون في صناعة المحتوى. مستحيل اجيب لك شخص مثلا عادي واقول تعال ساعدني مثلا في تقييم او في شغلة ويكون الشخص هذا عادي، لا راح اختار ناس بعناية وانا اؤمن في نظرتهم، بما اني قبل درت صناع محتوى وأعرف ناس مميزين، بس أحتاج أشوف هل هم فاضين أو لا. صدقوني الناس هذولي راح أختارهم بعناية. نجي للشروط يا جماعة الخير، الشروط مستحيل أخليها تظلم يا رجل شخص واحد، لأني أنا مسؤول أمام الله بخصوص هذه المسابقة، راح أخلي الشروط تخلي الشخص اللي ما يعرفه أحد ولا عنده متابعين ولا شيء نسبة فوز 70%، لدرجة أن الشروط راح تكون منصفة، ولكن تحتاج عمل، ترى فيها 300,000 شخص القناة، ولكن ما راح يكون عمل صعب، راح خلي العمل هذا يقدر يسويه الشخص الصغير. ترى دائما اؤمن بنظرة الشخص الصغير، يعني اللي صغير في العمر يعني اؤمن في نظرته، والشخص الكبير اكيد بيكون عنده خبرة ومتمرس ومتمكن ومطلع. لازم اخلي الشروط مناسبة وتكون سهلة مرة ويقدر عليها اي شخص
قدامي، سواء كان عندك صفر متابع او عندك 500 الف متابع، ما يهمني. اللي يهمني شخص مستحق ياخذ هذه القناه، ويكون الشخص هذا ممتاز كويس ومحترم وشغله تمام وشغله نظيف. ما ابغى شغله اوف، لا، انا مؤمن ان الشخص يتطور حبه حبه، العكس الشخص اللي يخطي خطوه خطوه هذا اعتبره شخص ناجح بشكل كبير. اما عرفنا ان الدنيا ان الطفل يطلع ويصير رجال على طول، لا. والشروط برضه يا جماعه الخير راح تكون موجوده في تويتر. فكرت فيها، قلت تويتر هو انسب مكان احط فيه الشروط واطرح فيه الاشياء اللي راح نسويها ونبدا فيها. ولكن والله العظيم اذكركم اني احتاج وقت كبير انا اشتغل عليها، الفكره هذه مو سهله. برضه تعرف ناس ودهم يصيرون يوتيوبر او يصيرون كذا، ودهم يصنعون محتوى مميزين، حياهم الله. سواء خذ القناه ولا ما خذ القناه، فانا تحت امرك حبيبي وعزيزي المتابع. تذكر انه اسامه يصفك. والشيء المهم اني راح ابين كل شيء ولا اخفيكم، ترى انا راح استفيد، والشخص اللي يفوز راح يستفيد، والشخص المشارك راح يستفيد. ما ابغى ابين انه اوه بس انه اسامه بيطلع بالشكل هذا، لا، ابغى ابين انك انت راح تستفيد وانا راح استفيد، وانت اذا شاركت تجربتك الحاله راح تخليك تستفيد. طبعا عندي والله العظيم يعني لما اتكلم ترى عندي تجربه مره فظيعه، اللي هو وش، تخيل انك عندك 300 الف متابع، تتقفل قناتك بدون مساعده احد، توصل 425 الف متابع. برضو مقاطع يعني ما دخلت فيها يمكن الا مشهور مشهورين من 100 مقطع. انا كذا ابغى الشخص اللي يدخل القناه هذه يكون عنده الفكر نفسه هذا، وانه يشتغل على نفسه، وانه يطمح يكون من الافضل. مثل ما قلت لكم شروط المشاركه راح تكون معروفه في تويتر. الشيء الاخير، وهذا الشيء الاخير ترى اعتبره مهم عشاني محاسب يا جماعه الخير، راح تكون في بنود او عقود او اتفاقيات بيني وبينكم. عقود كذا اسمها كبير، لا بنود، راح تكون في اتفاقيات بيني وبينكم. الاتفاقيات هذه لمصلحتي ومصلحه الشخص الصغير والشخص الكبير اذا شارك. تذكروا ان الشروط غير تعجيزيه، ممكن ابو عمر 8 سنوات لا يصدمك بعدين يفوز بالقناه، هاي لا تستغرب. ممكن يفوز بالقناه واحد عمره ممكن في ال 25 24، لا تستغرب. الشروط راح تكون منصفه، راح تكون مرجحه الشخص المبتدئ. لا تخاف، لا تتوتر، كل شيء سهل قسم بالله العظيم. شارك، اهم شيء عندي مشاركتك. لا تقول اوه مستحيل بشارك شخص فلان ما راح انجح وما راح اخذها. تذكر ان الموضوع مره مره سهل، والله العظيم راح يكون سهل اذا كنت انت مو صانع محتوى، لا، 5% او عندك، خلينا نقول ما ابغى بالغ، 15% من انك تعرف تسوي فيديو. يعني انت متخيل انك 5% او 10% انك تسوي كذا، ممكن توصل للنهاية، ممكن توصل لنصف النهاية. راح ابني اشياء مرة حلوة لك. هذا ممكن الكلام اللي عندي. ولا تنسى برضه تتجهزوا معي، ابغى حماس بشكل كبير، ابغى ناس متحمسة واصلة الافق حرفيا من الحماس. على فكرة ترى الفكرة هذه ما قد شفت احد مسويها نهائيا. النقطة هذه راح تفيدك، يعني ما راح تكون المسابقة هذه صعبة بما انها جديدة. ان في شخص يفوز وياخذ قناة يمشي معي، مرة جديدة، مرة راح تكون بسيطة، لأن ما في أفكار، راح تكون كثيرة وتعقيدات وأشياء مرة كبيرة. تذكر أنه أسامة برضو كان يبغى يسوي عليها جيفاوي، واي واحد ياخذها. لا تتوتر، لا تضيق صدرك، لا تقول لا والله مستحيل يجيني الشيء هذا. أبغاك تفكر بس 5% أنك ممكن تفوز. أبغاك تحط في راسك أنك تقدر تشارك وتاخذها. هذا ممكن الكلام اللي عندي بخصوص المشاركة. إذا وصلت لهذه النقطة من المقطع، لا تنسى تضغط على اللايك، تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات، وراح أعلمكم كيف راح تبنى الفكرة الجبارة اللي قعدت افكر فيها يا ساتر، بشكل كبير درستها. لايك، اشتراك، تذكر انه سامي يحتاج وقت يجمع تيمه ويشتغل. برضو اللي يبغى يمكن احصل ناس ممكن تبغى تساعدني او شيء، عندكم تويتر، عندكم اي مكان، وصلوا معي فيه. واشوفكم امان الله في مقطع جديد، والله يحفظكم. صلوا على الحبيب واشرف الخلق نبينا محمد عليه افضل الصلاه واتم التسليم يا جماعه الخير. اشوفكم في امان الله، السلام عليكم.